الله أكبر. بيض الله وجهكم اليوم مكافحين وجهك. ايوه ما قصر ما قصر. عج حر طايح واحد ما في مشكله مريض راح واحد راح واحد انا ما عاد ابي اكمل منكسر واحد ها منكسر واحد الله يكون في العون الله يكفيك الله يكون في العون قدنا على خير. بس شوف القرايه المفروض فيها الفريق المثالي والمفروض هم سبع اشخاص سبع اشخاص بس بس ثمانيه لا لا اليوم ستة لا ها وستة لا, لا. ستة بس سبعة بس سبعة اي الله بيضيع معهم طير. خلاص تصبحون على خير ووعدكم الصبح ان شاء الله. يوم آخر يوم صيدنا ما هو باللي يطمن. والله يرزقنا إن شاء الله اليوم. نقول حق مشجعين الجزيرة أبشروا بالخير. المعنويات فل لين آخر دقيقة. معنويات اللهم لك الحمد من أول يوم لآخر يوم معنويات واحدة. والشباب همة ونشاط الله يعطيهم الصحة والعافية. شلنا البيت ونزلنا ثلاث الحين وبننطلق إن شاء الله اليوم الأخير، ولكن نعتبرها اليوم الأول مو الأخير. خلصنا من البيت ومتجهين إن شاء الله قنصين. والله يرزقنا ويرزق جميع الفرق. جاهزين يا شباب، لا توقف بالتصوير. كانها طارت ووقعت هنا. هذه مخروشة. كانها طارت من الجولة ووقعت هنا. أنت أروح أشوف وراها. أثرها عندي هذه تمشي عند الباي رايح. أنت تعال عندي إحبارة. مطلق إحبارة وين وجهه؟ بشرب الخير إخوان شمة. الصيد قدامكم، العلم الطويل قدامكم. وبتعينون طيركم للحين. وبشرب التهيل. نهارها يا إخوان شمة. أبو متعب جهز الفرخ، نبغى هدد عالمي. شنو غيرها يا أبو سالم؟ ما يصير نخلي ذي ونروح حق ذيك. اصبر يا الربع اصبر وركض السلام. اترك هذي الخشبة قدي اترك اترك ومطلق هذاك اي اي احنا نقطع له منه احنا نقطع له. لا هذا اقصد انا أبو سعد اقول خليه يترك الثر يعني. عندكم شيء الربع؟ هذه بعد هنا واحدة بجنبها. يا حاكم سلامت عندنا غير حفارة. يا الربع عيني صفارة خلنا نبلغ الحكم معنا حكم لازم نسجلها. تسمعون؟ سلام تركض يا الربع عيونكم صحة يا الربع. صفارة وقعت تضرب وضرب والصفارة وقعت. يا ابو مطلق بعيد مني اللي بعيد بعيد واجد. تعال يا سعد شفنا انا شفنا وين وقعت. تعال اضرب بعيد عن المساعد. عزم حتى الطار عزم. اي هذه عادي مدادة
المكان. كفو 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 كفو. هذه حبارة الأولى. طبعا اليوم الجو كله ما يساعد، هواء متحرك شمال ولعب بنسافي، احنا عينا جرتها وطارت من عند اخوي احمد بن متعب وشانا على وجهتها، واطلعها الطير وابشركم ما راح تبعيد. حبارة الأولى فريق الجزيرة، ابشروا بالخير. ابشروا بالخير. يا الربع عليكم بديار الطامر، انا ارتب فيها شيء. بعد صيد حبارانا طلعنا وسقينا مطايانا، طلعنا من جنوب العرق، ضربنا طرف العرق من غرب. الله اكبر، الله اكبر. عددنا كان ناقص في 9 اشخاص من 11 رجال، وعقب ما دخلنا بعد نقص من عندنا 2. أكيد العدد هذا إنه بيأثر، ولكن ما شاء الله على خويانا اللي معنا بيض الله وجيههم ما قصروا مع العدد، إنه 7 أشخاص وينافسون فرق كاملة، منها اللي حامل بيرك ومنها اللي متأهل كم مرة، وفرق إحنا نعتبر المجموعة هذه مجموعة يعني هي من أقوى المجموعات. يعلم الله إنهم صاملين من أول يوم إلى آخر يوم، وويش ما قلت ما راح أوفي حقهم، بيض الله وجيه. الصيد السحباري ما تأهلنا، أعتقد أنها ما تأهل، نوعدهم إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله.